زيد معايا الاخوة اعضاء اللجنة التنفيذية اللي هما معنا اليوم باش نبلغوا لكم رسالة قوية، هي رسالة المحبة، رسالة العرفان، ورسالة الأخوة من أجل عمل جميعا من أجل النهوض بهذه الأرض. بغيت كذلك أكد لكم بحال اللي قال الأخ نور الدين ديان اللي هو رئيس الفريق ديالنا في مجلس النواب، بأن الحزب هو كل مجند بفريقيه للدفاع عن المصالح ديالكم. علاش؟ ماشي لأنه تنراهن على انتخابات مقبلة إلى آخره، لا، لأننا نحن مقتنعين بأن المغرب ما غيمكن له يعرف الإقلاع الحقيقي وما يمكن يعرف واحد التطور الحقيقي إلا إذا المناطق الجبلية والعالم القروي استفد كذلك من خيرات البلاد. وبالتالي تنعتبرو بحال اللي أكد عليه جلالة الملك بأن النموذج التنموي، تقول النموذج التنموي هو السياسات العمومية اللي تبعت في هذه السنوات الأخيرة، أن هذا النموذج التنموي اليوم وصل لمدى ديالو. قال جلالة الملك بكل وضوح، تقول بأن هذا الشيء مزيان، حققنا العديد من الإنجازات، ولكن اليوم هذا الشيء غير كافي، تخصنا نغيروا هذه السياسات العمومية باش يمكننا نحققوا الهدف. شنو هو الهدف؟ الهدف هو أننا نضمنوا تقليص الفوارق الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية. وفي الواقع شنو هو نضمنوا؟ شنو نضمنوا؟ الكرامة لكل مواطنة ولكل مواطن، كان عايش في القرية، كان عايش في الساحل، كان عايش في المدينة، كان عايش في البلد إلى آخره، كل واحد عنده الحق في الكرامة في البلاد، وهذا الشيء اللي بغينا نوصل له جميع. وبالتالي انطلاقا من هذا المنطق كاين واحد الواقع اللي تخصنا نعرف، وعلاش جلالة الملك قال هذا الشيء؟ لأن كاين واحد الواقع اللي هو مر رغم مجهودات المدن، الواقع اللي هو مر وهو أنه المغرب كان تعرف واحد مستوى النمو ديال 5% سنويا، هبط 4.5% سنويا، هبط 4% بهذه السياسات المتبعة سنويا، دابا هبط 3%، هاد سنة 2019 غنديرو 2.7%، إذن هو في تراجع مستمر. وبالتالي إذن هذا تبين بأن النموذج ما بقاش خدام، بل أخطر من ذلك، هو هذا النمو اللي تقدام اللي كان تيخلق 150,000 فرصة شغل، رجع تيخلق 130,000 فرصة شغل سنويا، اليوم شحال تيخلق في المتوسط سنوي بالنسبة للشغل الصافي؟ هي 50,000 فقط، كنا تنخلقو 150,000 فرصة شغل سنويا، ودابا تنخلقو فقط 50,000 فرصة شغل سنويا. النتيجة لهادشي شنو هي؟ هو أن أطفالنا ولادنا وبناتنا ما تلقاو صعوبة باش يسيبو الشغل، ومني تلقاو صعوبة باش يسيبو الشغل ترتفع البطالة، تيكون عندهم انعكاس ديال الاحتقان الاجتماعي، تيخلق مشكل كبير في البلاد، الاستهلاك تينخفض، وبالتالي الاستثمار تينخفض، وبالتالي النمو تزيد ينخفض. هذا هو المشكل اللي حنا فيه اليوم. والمشكل الكبير اللي كاين، قلت أولا أن واحد التراجع في النمو، وتيرة النمو. ثانيا أنه كاين تراجع كذلك في التشغيل، وفي خلق فرص الشغل. وثالثا اللي هو أخطر من هادشي كله، هو كاين مشكل. وصحيح ان الحمد لله المغرب طور، صحيح ان الحمد لله كاين تجهيزات تحتيه كبيره، صحيح انه دار واحد المجهود كبير في مجال ديال التجهيز، في مجال ديال كذلك حقوق المراه، في مجال كذلك ديال محاربه الفقر الى اخره، ولكن المشكل هو ان هذه الثروه كيفيه عامه انه التوزيع ديالها غير عادل، اي ان كاين بعض الفئات وكاين بعض الجهات بعض الاقاليم تستفد من القسم الوافر من الثروه، وكاين العديد من الناس من المواطنين اللي ما تيستافدوش منها بالكيفيه الكافيه. هذا هو المشكل اللي كاين. وبالتالي المغرب دار واحد المجهود كبير خصنا نعرفوه، لان كان نسبه الفقر كانت 15% في 2004، اليوم النسبه الفقر بقات 4.8%، اذا دار واحد المجهود، دات مبادرة الوطنية للتنمية البشرية جات الملك سار عليها، كاين برامج كذلك ديال الوزارات باش نقولوا، كاين الجماعات كلشي ساهم في ذلك، ولكن
هذا 4.8% هذا معدل وطني. المشكل اللي كاين هو انه هاد احنا عندنا المشكل وهو انه بغينا نغطيو الشمس بالغربال، والواقع المر اللي كاين وهو انه اليوم نسبة الفقر في الاقاليم هذه اللي هي قروية فهي اكبر بكثير من 4.8%. المشكل اللي كاين وهو عندنا 80% ديال الفقراء فين هما في العالم القروي. المشكل اللي كاين ان من هاد 80% ديال الفقراء اللي كاين في العالم القروي 80% ديالهم كلهم فين؟ في المناطق الجبلية. اين هذا هو الاشكال الكبير اللي هو مطروح. وبالتالي اليوم المناطق الجبلية ما خداتش الحصة ديالها الكافية في التنمية، وبالتالي اليوم كيف ما كانت الجهوية والامكانيات كاينة والامكانيات اللي تتعطى الجماعات ولا القرى ولا المجالس التروية ولا الاقاليم الى اخره ما يمكنش تكفي باش تحل هذا الاشكال الحقيقي. ولذلك الحزب تعتبر بان خصنا بتاتا نوقفوا مع هذه السياسات ونغيروا هذه السياسات ونديروا واحد السياسة اللي هي نموذج تنموي اللي يكون عندها عمق ترابي باش انه ساحل السواحل تاخذ الحق ديالها هي واخدها، ولكن كذلك الجبال تاخذ الحق ديالها وتكون كذلك ركيزه ديال التنميه، واننا نجعلوا كذلك ان المناطق الحدوديه تاخذ الحق ديالها والمناطق الجنوبيه، وجهه الملك عطاها التركيز الخاص بالنسبه للمناطق الجنوبيه اي في الصحراء حتى هي تاخذ الحق ديالها وتساهم ونساهموا كلنا في التنميه. إذن حنا عندنا واحد النموذج تيخدم تيرتكز على ركيزه وحده هي المناطق الساحلية، وتنسى المناطق الجبلية والمناطق ديال الوسط إلى آخره حتى هي يمكن تساهم. من تنقولوا هادشي هادشي اللي جعل أن الفريق البرلماني والحزب اعتبر بأننا من الضروري نديروا ثاني خاص بالمناطق الجبلية، لأننا اعتبرنا بأن زيادة على المناطق الحدودية اللي درنا كذلك اللقاءات وتبيننا بان هذه المناطق ما عندهاش القدرة باش تعرف التنمية، قلنا كذلك ان المناطق الجبلية والقروية كذلك تخصها واحد العناية خاصة. وبالتالي اقترحنا اولا الفريق اقترح واحد الوكالة ديال تنمية المناطق القروية والجبلية والحدودية باش يمكن لها تعاون الجماعات وتعاون البرامج باش يمكن لها تطور، وقلنا كذلك بان تخص واحد المخطط تنموي خاص بالمناطق الجبليه باش يمكن تقليص الفوارق وتوفر الامكانيه ديال الارتقاء الاجتماعي وديال كذلك العيش الكريم للمواطنين والمواطنات في هذا الارقام. انا نقول لكم بكل صراحه ملي قريت الارقام بالنسبه لهذه الجماعه وبالنسبه للجماعات كلها المجاوره في هذا الاقليم تبين لي واحد الظاهره وهو انه عدد السكان في تراجع. اذا كاين واحد الهجره كبيره اللي هي كاينه وهذا واقع. الاشكال الثاني كذلك وهو انه كاين عمل تيدار في اطار العمل على تجاوز الاشكاليه ديال العزله ديال العالم القروي، كاين برامج طرقيه، كاين ما نقولوش ما كاينش، ولكن المشكل اللي كاين هو كاين البطء في الانجاز. وبالتالي تيجاز انه حنا مثلا ملي كنا في الحكومه كنا درنا 10,000 كيلومتر ديال الطرق القرويه في 6 سنين، اليوم تدار 5,000 كيلومتر في 6 سنين. إذن الوتيرة ديال الإنجاز تراجعت، وهذا هو الخطر في الوقت اللي حنا كان المفروض أننا نسرعوا أكثر. وبالتالي ملي الحكومة تجي تقول بأن في 7 سنين غادي 30,000 كيلومتر، اسمحوا لي نقول كيف؟ إذا درتو 5,000 سنين درتو 5,000 كيلومتر، كيفاش حنا في 7 سنين غادي 30,000 كيلومتر في العالم القروي؟ وبالتالي تنقولوا أمور اللي هي معقولة. ديال الاشكال الحقيقي هو مرتبط كذلك بالحكامه. النقطه الثانيه كذلك اللي خصنا نعرفوا جميع واللي هي مهمه هي انه اليوم ما يمكنش فقط نعتبروا بان فك العزله هي الوحيده اللي غتحل المشكل
ديال الساحل ديال هذه الجماعة وديال الجماعات المجاورة. فك العزلة بطرطان ضرورية ولكن غير كافية. علاش غير كافية؟ لأن تخص كذلك فك العزلة أنه يواكب شيء مهم وهو تنويع الأنشطة الاقتصادية. كاين جانب ديال الفلاحات كليتي عليا اللي تتطور وتحسن خصوصا العناية الخاصة بالنسبة للفلاح الصغير في إطار الدعامة الثانية ديال المغرب الأخضر اللي تتزيد تطور ويبان الواقع ديالها على تحسين الدخل ديال الفلاح. هذا هو الأساس. علاش؟ لأن المشكل الكبير اللي مطرح شنو هو؟ حيت ما عارفينه. والتويق أنت تتنتج أنت زدتي في الإنتاج ولكن من بعد الثمن تيكون هابط وبالتالي ما تسالش ومني ما تتكون شتى لا قدر الله عاوتاني ما كاين والو. اذا ضروري اننا نصيبوا واحد الصيغه باش نضمنوا واحد الاستمراريه ونحسنوا كذلك الدخل بالنسبه للفلاح. ولكن اكثر من ذلك انه تخصنا نعملوا كذلك على تنويع الانشطه. كاين السياحه الجبليه، كاين ما هو المشاتل كذلك الصناعيه ديال تصنيع المواد الفلاحيه، كاين ما هو مرتبط كذلك بالثقافة، بالرياضة إلى آخره. كاين عدة وسائل لتتجنب أن المواطن عنده الإمكانية ديال الارتقاء الاجتماعي أنه يحسن ظروف العيش ديالو. وبالتالي اللي تنقولو اليوم وهو أنه تخص تكون واحد المقاربة مندمجة اللي يكون فيها الطريق، اللي يكون فيها التعليم، اللي يكون فيها الصحة، اللي يكون فيها كذلك السكن، اللي يكون فيها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة اللي تكون هذا اللي غيجعل ان بهذه الكيفيه يمكننا نطوروا هذه الجماعات ويمكننا كذلك اننا يكون عندنا واقع احسن بالنسبه للساكنين. هنا بغيت نتكلم بسرعه على بعض المواضيع اللي هي مهمه. حنا عارفين بان كاين واحد الفوارق اللي هي كثيره ما بين المدن والعالم القروي وما بين المناطق الجبليه والمناطق الاخرى، هذا واقع. ولكن عندنا اشكال اخر. اشكال اخر وهو انه اليوم عندنا واحد مشكله كبيره في هذه الجماعه، في هذه الجماعات المجاوره، هي المشكله ديال الهدر المدرسي. المشكله ديال الاميه، ان الاميه هنا مرتفعه خصوصا عند النساء تتوصل 70%. كاين المشكل ديال كذلك الناس عندنا حنا في هذه المناطق سنوات ديال الدراسه ما تتفوتش سنتين الى ثلاثه سنوات، في الوقت انه في المعدل الوطني خمس سنين ونص، وفي المدن الكبرى تتوصل 10 سنين الى 13 سنه. شوفوا الفرق. وبالتالي حنا عارفين بان من المكونات ديال تحسين الدخل هي العامل ديال التعليم. وبالتالي طول ما الواحد تعلم طول ما الدخل ديالو تيكون مرتفع. إذن اليوم المشكل وهو هذا الهدر المدرسي، الناس يخرجوا من المدرسه. حنا ملي كنا في الحكومه جبنا واحد الفكره وجبنا واحد المقاربه، قلنا اولا حنا بغينا نشجعوا الاباء والامهات باش يديو ولاداتهم للمدرسه، وبالتالي درنا تيسير اي الدعم المباشر المشروط بالحضور في المدرسه. وبالتالي درنا هذا البرنامج وخدمنا عليه والحمد لله انطلق، واللي عرف واحد التطور مهم واللي تقلصات الهدر المدرسي ب 50% 60% على حسب المدارس فين تطبق. شنو اللي وقع من بعد؟ اللي وقع من بعد وثانيا سمحوا لي باش نعطيكم المقاربه كامله، ثانيا قلنا ضروري كذلك اننا نديروا هذا التصوير ديال اننا نعيدوا تجهيز ديال المدارس. العديد من المدارس ما عندهمش المرافق الصحيه، وبالتالي التلميذات ما تمكنوش يمشيو للمدرسه لان ما كاينش المرافق الصحيه. كاين جاتنا واحد القضيه نعاودها لكم، جات الحكومه وجاو طلبوا منا الاخوان قال لك حنا دابا مزيان في اطار التطوير لان حنا عارفين بان المغرب تخصو يتطور وبين العالم القروي كذلك تخصو يستافد من هذا التطور. جاتنا قالوا لنا درنا برنامج درنا الفلوس باش اننا كل المدارس نوفروا لها قاعه خاصه بالمعلوميات باش انه حتى ولاد الباديه حتى هما يستافدوا من المعلوميات باش تكون كذلك هذا التطور الرقمي يستافدوا منه.
إذن درنا تعاقد مع الشركات، مشات الشركات باش أنها توضع قاعة ديال المعلوميات، وفي عديد من المدارس ما صبناش الماء والكهرباء. كيفاش دير كمبيوتر وأنت ما عندكش الكهرباء؟ حنا المشكل كبير هو اللي يمكن القرار يكون في الرباط، لان ها هو جا الفكره مزيانه وكاين باش الناس توصل. من بعد شنو وقع؟ هاد الحجر دارت هاد المدن، جا المديرين تيشدوا هذوك الحجر، علاش؟ اللي ما عندوش فلوس تاد اللي يقريو، خافوا تسرقوا هذاك الكمبيوتر، وبالتالي النتيجه هادشي كله ما كاينش الضوء، ما كاينش الكهرباء، ما كاينش الامكانيه ديال الاستخدام، في الاخر ضايع الفلوس على والو. هذا هو الخطر ديال ان الامور تدار انطلاقا من الرباط بدون معرفة الواقع المحلي، وبالتالي ضروري نغيروا هذه المقاربة. هذه المقاربة ما بقاتش قدامنا، المقاربة يمكن لا تكون إلا تشاركية، خصنا نشاركوا المنتخبين المحليين اللي هما عارفين الواقع، خصنا نشاركوا كذلك جمعيات المجتمع المدني اللي هما في المنطقة، خصنا نشاركوا لكل الفعاليات باش أنه القرار نقربوا من المواطنين، وفي نفس الوقت كذلك باش تكون برامج اللي هي تكون معقولة وتطبق، نديروا التتبع باش يمكننا نضمنوا ان داكشي تيوصل لمن تخصو يستافد منه. ان هذا بين قوسين ديال الفكره، قلنا كذلك اننا خصنا نطوروا المدارس الجماعيه في العالم القروي باش يمكننا نجمعوا الناس ونتعاونوا، خصوصا بالنسبه للاعداديات الى اخره، وهذا تيتطلب والمبادره ساعدتنا في ذلك باش دار كذلك دار الطالبه ودار الطالب باش الناس يسيبوا فين يسكنوا باش يمشيو يخليو وليداتهم يقراوا باش يمشيو للاعداديه ويتبعوا. وشفنا كذلك من بين الامور التصور وهو نطوروا النقل المدرسي، ودرنا كاع عطينا دراجات بالنسبه للتلاميذ باش يمكن دار هادشي كله. هذا هو التصور اللي كنا مشينا فيه، زياده على تيسير اننا نعطيو الفلوس، وتو الفلوس اننا نضمنوا بان واحد يكون حاضر كل شهرين تتوصل الفلوس من خلال البريد. شنو وقع من بعد ما خرجنا؟ اللي وقع هو انه كاين واحد الصندوق ديال التماسك الاجتماعي هو اللي تيمول هذا البرنامج. اللي وقع وهو انه الناس اللي مستافدين المدارس استافدوا بهذا البرنامج، اي الاسر اللي استافدوا بهذا البرنامج، عامين ما تخلصاتش، ما تعطاش الدعم، والدعم كاين، فلوس كاينه، ولكن اللي غيقوم بالواجب على الصعيد الحكومي باش يوصل الفلوس للمواطن ما كاينش. وبالتالي مليار ونص ديال الدرهم ديال الدين، والناس مالهم الا ما بقاش هذاك التحفيز، الناس راجعوا خرجوا بيناتهم من المدارس، مع البعض منهم الحمد لله ماشي كلهم. إذن هنا تتفقد الثقه، هذا المشكل فين تيكون هو الثقه. ما خصوصا ان ما كاينش ازمه ماليه، الفلوس كاينه، هذا هو المشكل، غير هذاك العنايه اللي المفروض تكون ما كانش. وبالتالي حتى خرج تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي وضح وقال بان كاين تاخر ديال سنه ديال 3 سنين باش عاد الحكومه تحركات باش خلصت واحد الطرف، خلصت مليار درهم وباقي 500 مليون درهم باقي ما خلصتش. ولكن المشكل ماشي ملايين ديال الدراهم، المشكل هو المواطن اللي ضاعف، هو اللي ضر وليداتو اللي ضروا لينا ما بقاوش يمشيو للمدرسه، هذا هو اللي خطير، هذا الشيء ما يمكنش نكملو. ثاني هذا الكلام تنقولوه ماشي باش نضربوه في الحكومه ولا باش نضربوه في بعض الوزارات الى اخره، هذا فقط غيرة على هذه البلاد. لان كاين افكار، كاين تصور، كاين سياسات، وجلاله الملك طلب من هذه الحكومه وراه هما انخرطوا فيها باش هذاك البرنامج ديال التيسير يتم تعميمه باش كل مدارس العالم القروي يستافدوا ابتداء من هذه السنه. تم التعميم مرة أخرى، ها هو القرار، لا تقدم البرنامج أمام جلالة الملك والمشكل باقي مطروح. إذن حنا اللي بغينا نقولوا هو اليوم ضروري تيغير، ولكن خطير في الأمر هو البطء. بالتالي المواطن تيشوف في التلفازة تيتقالوا شي حاجة ما تداش، هذا هو اللي خطير. وحنا راه تيخصنا نعزوا الثقة في البلاد، وحنا بغينا أن المواطن يحس بأن كاين عناية، لأن كاين عناية جلالة الملك، كاين عناية كذلك ديال كل الفرقاء السياسيين. ما نقولوش ما تقولوش بأن حنا راه أحسن من الآخرين، حاجة اللي تنقولوها هو أنه اللي هو أساسي وهو الأمر يطبق على أرض الواقع،
ويكون وفاء بالالتزامات باش نبنيو الثقة، والثقة مع الأسف نقولها بكل صراحة، الثقة تفقدات، الثقة تفقدات في الحكومة، الثقة تفقدات في المنتخبين، الثقة تفقدات في الأحزاب السياسية كلها، حتى حنا مضرين، قولوها، هذا واقع، ما اللي حاضر في الأرض اليوم، وهو الثقة حتى بيناتنا ما بقاتش، اليوم المغرب في المؤشر ديال الثقة راه هو في المراتب السفلى 20%. اي اليوم الواحد ما بقى يثق غير في با ومو وخوتو فقط، الوالدين فقط، الجار الصديق اللي تخدم معاه، هادشي كله تفقد. ما يمكنناش نبنيو بلادنا بدون ثقة، ثقة أساسية، هو الأساس ديال كلشي، هو المحرك ديال النمو. حنا نبقاو نقولو اللي بغينا، نقولك السياسات اللي بغينا، ولكن ما تخسيش فيها ما تنخالطش فيها، وإلا ما نخالطيش فيها ما توصل ما تكونش النتيجة. هذا هو المنطق، هذا هو اللي تنركزو عليه. وبالتالي اللي تنقولو اليوم بأن من الضروري استرجاع الثقة، وبالتالي تنقولو للحكومة بكل وضوح، من الضروري مراجعة هاد السياسة اللي بقى، لأن هاد السياسة تتأدي إلى تراجع في النمو، تتأدي إلى ارتفاع في البطالة، تتأدي إلى تفقير الطبقة المتوسطة اللي هي القدرة الشرائية هي تتراجع، تتأدي كذلك إلى توسيع الفوارق الاجتماعية عوض تقليصها، وتتأدي أن المواطن تيحس باش بالحكم، وهادشي ما يمكنش نكملو. إذن اليوم حنا جينا ودرنا جلسة كذلك مع المنتخبين ديالكم ديال الحزب، وسمعنا منهم المشاكل اللي تعانيو منها، وسمعنا كذلك من الإخوان القضية ديال البيئة إلى آخره، ولكن جينا نقول لكم رسالة واحدة، بأن حنا كحزب تنعتبروا بأننا من واجبنا من موقعنا في المعارضة الوطنية، شنو هي المعارضة الوطنية؟ الاستقلالية، وهو أننا أي أمر أي قانون أي سياسة اللي تتمشي في اتجاه ديال تحسين ظروف الساكنة وضمن الكرامة وتقليص الفوارق الاجتماعية ما يمكننا إلا ندعموها ولو حنا في المعارضة، ولكن في نفس الوقت بأن أي اعوجاج أي سياسة اللي غتضرب المواطن أي سياسة اللي غتجهل أن المواطنين غيضروا في القدرة الشرائية ديالهم أو غتزيد في الفوارق الاجتماعية أو غتزيد في الفوارق المجالية، فاحنا غنعرضوها وغنواجهوها وغنقدموا البديل، وغنقدموا البديل اللي غنقولوها كيفاش خصو يدار، انطلاقا من القناعة ديالنا، لأن حنا تنعتبروا اليوم ما يمكنش نقبلوا اليوم أنه في هاد الخميس الساحل أو لا في هاد المناطق كلها أنه اليوم بقاو أخوات والإخوة تعانيوا من مشكل ديال الصحة، ما تكونش عندهم الخدمات الصحية. ما يمكنش نقبلوا انه اليوم ولادنا يغادروا المدرسه بعد سنتين او ثلاث سنوات، ما يمكنش نبقاو نقبلوا انه الواحد اليوم ما عندوش فرصه انه تخصو يضطر يهاجر باش يزيد كيفاش ياكل، هادشي ما يمكنش نبقاو نقبلوا، ضروري اننا نغيروا هادشي، وما يمكن يتغير الا الى تغييرات السياسات الحكوميه، وبالتالي تندعيو الحكومه باش تراجع نفسها، تراجع البرنامج الحكومي، وتمشي في التوجه اللي عطا جلالة الملك ديال إعادة النظر في النموذج التنموي، وبالتالي تغيير السياسات اللي وصلتنا لهذه النتيجة. بغيت نقول لكم كذلك بأن احنا كذلك في إطار العمل اللي تنقوموا به، بأن أولا غنقدموا مذكرة للسيد رئيس الحكومة بخصوص النهوض بالمناطق الجبلية، وغنديروا انطلاقا من تنسمعكم وهذه النقاط اللي طرحتيو، غنديروا مقترحات لتكون واضحة في هذا الإطار. ثانيا كذلك أننا في إطار كذلك نمو تطوير المناطق الجبلية، تخصنا نقول لكم بأن جهة الملك عطات وجهات الحكومة وتبيعة 50 مليار ديال الدرهم من أجل تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية. المشكل الكبير اللي كاين وهو في 50 مليار 36 مليار الطرق القرارية، 5.5 مليار للتعليم فقط، 5.5 مليار للصحة فقط، إذن كاين صحة 1.5 مليار، إذن كاين إشكال وهو حتى التوزيع ديال هذا الغلاف المالي بقى بالمنطق القديم، ماشي بالمنطق المندمج اللي تيخصنا،
لان راه تخصنا التعليم، تخصنا الصحه، تخصنا نقويو المؤهلات والقدرات ديال ولادنا وديال الاخوان اللي هما ساكنين في هذه المناطق، باش يمكن لهم حتى هما يصيبوا فراشهم، باش يمكن لهم كذلك تكون عندهم القدرات الصحيه باش يقوموا بالواجب ديالهم، باش انهم ما يضروش بالامراض المزمنه الى اخره. ضروري نعطيو الامكانيات. وثالثا كاين واحد المشكل، وهو ها هما الفلوس كاينه ولكن نسبه الانجاز فهي قليله. راه الاخوان هما السيد الرئيس معنا تيراسلوا تيديروا اقتراحات تيديروا مشاريع باش انها تمول، كاين شي جواب ومي تيجيش هذا الوقت تياخذ ومن بعد باش يطبق، وبالتالي تنصيبوا الفلوس كاينه والنسبه ديال الانجاز ما تتفوتش 60%، 40% ديال الفلوس ما تطبقش تتبقى كاينه. حنا الهدف ديالنا هو نطبقوا اكثر من داكشي اللي كاين، لان كاين خصائص كبير. وبالتالي المشكل في الحكامه، في انجاز المشاريع، في القدره. حنا هذاك كبير ما بقاش عنده القدره ديال الانتظار. اليوم المواطن تيعتبروا بان اليوم خصنا نحلوا المشاكل ديالنا، وبالتالي على الاقل يشوفوا بان انطلق هذا الامر على الاقل باش نبعثوا الامال في النفوس الساكنه، في نفوس الشباب والنساء ديالنا. بين المشاكل اللي هي مطروحه بحكم معرفتي في المنطقه، عندنا جوج ديال الاشكاليات الكبرى اللي مطروحه. الاشكاليه الاولى مرتبطه بالعقل، العقل خصوصا في هذه المناطق. انتم عارفين بان كان هذيك الاصول الخليفيه، وكاين المشكل ديال التعارض، وكاين المشكل ديال التسجيل والتحفيظ الى اخره، وبالتالي هذا رجع عائق بالنسبه للتنميه ديالها. وهذا هو المشكل الحقيقي، لان خصنا نحلوا قانونيا هذا المشكل بكيفيه نهائيه. وبالتالي في اطار السياسه العقاريه، المجالات ما يطلب باش يدار مراجعه السياسه العقاريه، تيخصنا اليوم انه تكون سياسه عقاريه خاصه، ويكون اليوم بالنسبه لمناطق الشمال يكون واحد المقاربة خاصة. وبل أكثر من ذلك، حنا تنعتبروا بأن وجهة الملك راه قالها في الخطاب ديالو في 2015 بأن التحفيظ تيخصو بالنسبة لهاد الأقاليم اللي هي فقيرة أنه يكون بالمجان. المهم هو نحلوا المشكل، لأن من واحد تيكون عنده الأرض ديالو ومتيقن بها، ما عندوش يبقى ساكن فيها، تيمكن يتحرك، تيمكن يبيعها، تيمكن يطور، وكل شيء تيستافد، وتتكون واحد الحركيه حقيقيه. داكشي ديال ضم الاراضي ما نجحش مع الاسف في هذه المنطقه. اذا اليوم تخصنا واحد المقاربه خاصه بالنسبه لاقاليم الشمال، لان عندها ديك سميتو ورثوا مشاكل من عاد الحمايه الاسبانيه، وبالتالي تخصنا نغيروا هذا الامر. ثانيا كذلك كاين القضيه ديال الاراضي السلاليه والاراضي الجماعيه. هذه كذلك تخصها واحد المقاربة خاصة. حنا درنا واحد اللقاء في سيدي قاسم باش تكلمنا في هذا الموضوع، وتنعتبروا بأن كاين إرادة ملكية باش أن الأمور تطور، باش يدار التمليك إلى آخره، ولكن تخص هذا الأمر يدار بواحد الحذر كبير، لأن ما بغيناش أن أصحاب الحقوق ديالهم أنهم تضر الحقوق ديالهم، وبغينا أن يكون إنصاف حقيقي، وبغينا كذلك أنه ما نزيدوش نشتو الاراضي وهي مشتة كثير، وبالتالي ما عندناش القدره باش انها تنتج، وكلشي غيخسر في هادشي. وقلنا كذلك الناس اللي هما مستغلين في التمر كذلك ما تخصناش نضيعوا الحقوق ديالهم. اذا تيخص صعوبه، كاين صعوبه كبيره في هذا الاطار. اذا هذا تيطلب اننا نشتغلوا على مقاربه خاصه بالنسبه للاراضي السودانيه باش ما يضيعوش الملاكين قدام، لان عندهم الحقوق ديالهم دائمه، وكذلك اننا نضمنوا التنميه بالنسبه لهذا. النقطه الثالثه اللي اعتبرناها اساسيه، اذا الا حلينا المشكل العقار غنحلوا المشكل ديال التنميه، وغنطوروا لهاد الاقاليم، وغيمكن يجي المستثمر والامور تحرك ويدار فرص الشغل، هادشي كله غيمكن يولي، ولكن تخص هذا المشكل يتحل كيفيه نهائيا. النقطه الاخيره اللي بغيت نتكلم عليها
وبالطبع ملي تنتكلموا على حكم انني من هذه المنطقه وعارف هذه المنطقه تخصنا معلوم في نفس الوقت راه حنا درنا مجهود في اطار الحساب الالفيه باش انه يواكب ديال التطور ديال الانتاج في هذا الاقاليم ضروري اننا نصيبوا حلول بالنسبه للفلاحه وبالنسبه ما هو ما يمكن ان يسمى بالفلاحه البديله وما يمكن القيام به كذلك في هذا الاطار باش يمكننا نضمنوا كذلك العيش الكريم للفلاحه اللي هما من هذه المنطقه ونحلوا الاشكال الاخر ديال اللي متدافع عليه نحلوا الاشكال ديال الناس اللي هما متابعين وحنا عارفين ان كاين بعض منهم على الاقل ما نقولش جلهم الاغلبيه ديالهم بان اليوم ما عندهم اكراه كبير وتخصنا نصيبوا الصيغه اللي تمكننا اننا نضمنوا الجميع الحقوق ديالهم في اطار معلوم القانون وفي اطار ما يعطيه الدستور. اخيرا بغيت نزيد واحد النقطه هي مرتبطه بالسكن في العالم الخارجي. اش تكلم على القضيه ديال الوكاله الحضاريه وحنا عارفين بان المشكل ديال السكن مشكل كبير لان القوانين اللي كاينه فهي غير ملائمه مع الواقع ديال العالم. واحد تيكون عنده الارض ديالو ولدو كبر معاه بغى يبني له دار باش يسكن معاه ما يمكنش لان تخصو واحد المساحه ديال اكثر من هكتار الى اخره باش يمكن يديروا رخصه. اذا حنا كحزب تنشتغلوا مع الرابطه ديال المهندسين المعماريين باش غنديروا مقترح قانون في هذا الاتجاه باش يمكننا نحلوا الاشكال نجيبوا على الاقل اقتراحات وتنتمنى ان الحكومه تتفاعل معها باش يمكننا نعطيو الامكانيه للناس اللي عندهم ارضهم انهم يستافدوا منها ويمكن يسكنوا وليداتهم معاهم الى اخره في اطار القانون اللي يكون محدود. اذا باش نحلوا هذا الاشكال. اخيرا بغيت نزيد واحد النقطه وهي اليوم كاين واحد الفرصه ذهبيه اللي خصنا نستغلوها وهذه كانت في اطار المقاربه اللي كنا وضعناها ملي كنا في الدوله. شنو هي هذا الامر؟ هو اليوم الحكومه جات بواحد الفكره اللي كنا حنا اشتغلنا عليها قبل هو السجل الاجتماعي الموحد. شنو هو السجل الاجتماعي الموحد؟ السجل الاجتماعي الموحد وهو غيبدا الاحصاء المواطنين غيجيو يقيدوا انفسهم ويقولوا انا فين ساكن انا شحال عندي ديال الدخل ها هما الى اخره باش نعرفوا الساكنه ديال المدن وباش نعرفوا شكون هما الفقراء شكون هما الطبقه المتوسطه شكون هما الاغنياء الى اخره. هذا السجل الاجتماعي الموحد شنو اللي غيمكن؟ غيمكن انه غيمكن يدار الاستهداف. شنو هو الاستهداف؟ وهو اننا هاد الأسرة اليوم فيها واحد السيد اللي خدام، المرأة ما خداماش، ولادو ما خدامينش إلى آخره، إذا عنده أجرة وحدة، وهاد الأجرة ضعيفة جدا. إذا اللي غيمكن نديرو هذاك الأسرة تخصني نعاونها، حتى نعاونها أي الدولة تعطيها الدعم من خلال التيسير، من خلال ما يسمى بسميتو بالمساعدة الطبية. يمكن تعطى الدعم كذلك مجال الشغل باش تكون طفل باش يمكن حتى هو يشتغل الى اخره باش نهضوا بهذا الاسره وهذا هو التصور اللي حنا عندنا في المستقبل. تنعتبروا اليوم بان هذا السجل الموحد ان شاء الله من الدار انه تاخذ بعين الاعتبار كل المعايير المعيار ديال السكنه شحال تيخلص الواحد في الكهرباء ما المعايير كذلك واش عنده طفل معاق ولا ما عندوش طفل معاق واش عنده مسن ولا ما عندوش مسن ساكن معاه با ولا مو ساكن معاه الى اخره باش نضمنوا واحد المنطق اللي هو مهم جدا بالنسبه لبلادنا حنا كمسلمين هو الاسره باش يبقى هذاك التعادل الاسري راه اساسي بالنسبه لبلادنا وندعموا الاسره ما ندعموش الشخص ندعموا الاسره هذا هو المنظور اللي حنا تنقترحوا في النموذج التنموي الجديد ندعموا الاسره ونعطيوها كل القدرات تقويه القدرات والدعم اللازم باش يجعلوا ان هذه الاسره ترتقي اجتماعيا وترجع الطبقه المتوسطه هذا اللي بغينا وبالتالي الفكره ماشي فقط اننا نعطيو
ندخلوا المنطق ديال المساعده نبقاو في اطار فقط ديال الاحسان لا الاساسي هو نطوروا القدرات ديال الاسر باش انها حتى هي يمكنها تنتج وتحسن ظروف عيش ديالها وتسكن مزيان ويكون عندها تطبيب يكون عندها الخدمات الصحيه التعليم اللازم وتعطي لها التكوين تعطي لها فرص ديال الارتقاء باش انها تخرج من الفقر بكيفيه نهائيه. وهذا الاستهداف هو اللي غي ان شاء الله يعطي نتائج لان حنا نقولوها بكل وضوح المغرب الامكانيات ديالو محدوده ولكن المشكل ديالنا شنو هو انه تنديروا الرشان تعطي شويه لهذا شويه لهذا المسكينات وهذا الرشان ما تيعطيش نتيجه وبالتالي شنو تدير تتجاهل ان هذاك الشخص يبقى في واحد المستوى ولكن ما تتحسش بالدور ديالو ما تيخرجش من الفقر كيفيه نهائيا هذا هو الاشكال بالتالي حنا بغينا نغيروا هذا المنطق لان صعيب الواحد يعاون 34 مليون ديال المغاربه ولكن ساهل واحد يعاون 7 مليون ديال الاسر ومن هاد 7 مليون كاين الاغنياء الحمد لله والسلام يا الله ما عندنا مشكل ما عندهم من هذاك تبقى لك واحد 3 4 مليون ديال الاسر يمكن الواحد يدعمها باش يخرجها من الفقر وإلا تعاوننا جميع الحكومه والجماعات والجهه باش نطوروا هاد الاسر ونخرجها من الفقر ما يمكن لها الا تخرج من الفقر هذا هو المنظور اللي حنا قدمناه في النموذج التنموي الجديد هذا هو المنظور اللي تنعتبره بان اساسي باش تبقى الاسره متلاحمه هذا هو المنظور اللي تيجعلنا اننا في اطار كذلك القيم ديالنا اللي تندافع عليها انه نقويو الاساس ديال المجتمع وهو الاسره بل اكثر من ذلك حنا جينا بواحد جوج الافكار اساسيه وقدمناها للسيد رئيس الحكومه الفكره الاولى قلنا بان اليوم بالنسبه للاسر اللي دايرين وليداتهم في القطاع الخاص في التعليم انهم نقصوا لهم شويه من الضريبه باش نعاونوهم باش يقوموا بتغطيه هذه التكلفه ولكن قلنا كذلك انه بالنسبه للاسر اللي عندهم الاباء ديالهم الامهات ديالهم ساكنين معاهم وهما اللي تعاونوهم حتى هما نقصوا لهم الضريبه على الدخل باش انهم نعطيهم الامكانيه يعاونوا الاسر ديالهم في عوض ما يمشيو لدار العجزه لان ما يمكنش نقبلوا حنا في المغرب ان دار العجزه ترجع دور العجزه ترجع هي السياسه ديال البلاد حنا ماشي فرنسا حنا المغرب وبالتالي اعتبرنا كذلك انه تيخصنا سياسه خاصه بالمسنين وحنا تنشتغلوا عليها في اطار الحزب لان تنعتبروا بان ضروري ان تكون واحد سياسه خاصه لان الناس الكبار ديالنا الشيوخ ديالنا حنا دايرين فوق راسنا وبالتالي خاصنا نعتنيو بهم وحنا عارفين راه اللي خطير في الامر في بلادنا هو عندنا اليوم 63% ديال اسمحوا لي باش نعطيكم رقم بالضبط عندنا اليوم 37% ديال الناس المسنين ما عندهمش الحق في التقاعد ما عندهمش التقاعد اذا وبالتالي عندنا اشكال كبير اي ان عديد كبير وبالتالي هذاك السيد المسن تخصو يبقى يخدم ولو انه تخصو المفروض يرتاح ولكن باش يصير ما ياكل لان عندنا نسبه صغيره اسمحوا لي 37 شنو قلت كاين اليوم 63% اللي ما عندهمش تقاعد اي 36% ديال الناس اللي هما الشيوخ ديالنا ما عندهمش الامكانيه يكون عندهم واحد المعاش هذا هو الاشكال ديالي 67% ثلثين وبالتالي حنا تخصنا نغيروا هذا الامر اذا الحكومه هي تشتغل باش توسع الوعاء ديال الامكانيه ديال التقاعد ولكن تنعتبروا بان المسنين كذلك تخص واحد العنايه خاصه باش نضمنوا لهم واحد الحد الادنى باش يسيبوا باش يعيشوا هذا هو المنطق اللي ماشي في اطار التضامن اللي تسكن في بلادنا اذا باش نختم اللي بغيت نقول لكم وهو ها هو حزب الاستقلال حزب الاستقلال اللي تتعرفوه هو رجع حزب الاستقلال اللي هو تدافع على المبادئ على القيم وعلى التعادل الاقتصادي والاجتماعي باش يضمن تكافؤ الفرص ها هو بيديكم وبالتالي ما يمكننا الا
نشوفوا الجميع ونبقاو في التواصل المستمر باش يمكننا نحن ان شاء الله نحسنوا الظروف عيش ديالكم، وباش هذه السياسه اللي تكلمت عليها انها تطبق على ارض الواقع بفضل دعمكم وبفضل نضالاتكم وبفضل العمل الجماعي اللي هو اساسي باش نهضوا بهذه المنطقه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للجميع.